سمحتوا يا جماعه لمتكم هنا ملهاش اي لازمه، من فضلكم انتوا كده ما بتساعدوش المريض، لو سمحتوا اتفضلوا في الاستراحه. حاضر دكتور. اتفضل. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. يلا يلا يلا. عين عليك يا طيب، عين عليك، عين عليك يا طيب. خلاص جمل برك، خلاص الجمل برك. يا شيخ غزال، يا شيخ غزال، مالك واخد في وشك ليه؟ ما تيجي اعمل لك كوبايه شاي بحليب مع عروستين. الله، مالك ساكت ليه؟ مش بعادتك. خلاص يا حبايب الست، خلاص الجمل برك، مفيش ولع، مفيش نار. عين عليك يا طيب، عين عليك، عين عليك يا طيب، عين عليك يا طيب. آه آه يا رب. وحياة الحاج ما تعملي في نفسك كده، شدة وتزول إن شاء الله هيقوم بالسلامة. اتفقلي في وجه الله خير يا رب. ليلة جواز بنتك يا إبراهيم، يا حرقة قلبي عليك يا أخويا، عين وصابتك. ما تقوليش كده يا حاجة، قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله ربنا هياخد بيده. ادعي له أنت. يا رب يا رب يا رب يقوم بالسلامة يا رب. هنعمل إيه من غيره؟ إحنا من غيره ولا حاجة، ما نسواش أي حاجة. ربنا هيقومه بالسلامة عشان خاطر ولاده وعشان البيوت اللي هو فاتحها. ربنا عالم بالحال يا رب. هدي نفسك يا رب. ثابت وحياتي، ما تزعلش نفسك اكتر من كده، ان شاء الله كله هيبقى تمام وهيبقى زي الفل. بابا وقع مره واحده يا سلوى. وقع بسيطه يا ثابت، وان شاء الله ان شاء الله هيقوم بالسلامه، بس انت قول يا رب. يا رب. انا مش عارف لو حصل له حاجه هنعمل ايه، احنا طول عمرنا بنعتمد عليه في كل حاجه في حياتنا. عندك حق، طول عمره هو اللي شايل همومنا ومشاكلنا. كفايه تبته معانا يا ثابت وحنيته علينا، في ناس كتير قوي محتاجه له. يا رب يقوم بالسلامه عشاننا وعشانهم. معقوله خيريه؟ انا مش قادر اصدق اللي بيحصل ده، ويحصل في يوم زي النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله. القر يا سامي، القر. انا سامعاهم بودني وهم بيقولوا وبيقروا علينا، الولد والبنت اتجوزوا جوازه خمس نجوم. بس بيني وبينك كويس ان اللي حصل ده حصل النهارده بعد كتب الكتاب، عشان سمير ابنك نيته زي الفل. يا رب يا رب. استرها يا رب، استرها يا رب. اتفضل اشربي يا طنط. تسلم ايديك يا حبيبي. تسلم ايديك يا عارف. انا بشوف يا هدو يا جماعه، ما تخافوش، كلها ساعه ولا اتنين وان شاء الله هيقوم بالسلامه. صدقوني هيبقى زي الفل، ده جهاد بس مش اكتر. عندك حق، انا بقول كده، لازم نتفائل، ان شاء الله هيطلع ويبقى كويس. ان شاء الله هيقوم بالسلامه وهنروح كلنا مع بعض. بعدين ما تنسوش برضو ان هو اكتر واحد تعب في ترتيبات الفرح، ومن قبليه موضوع ثابت واقف كل يوم في مجموعه، مفيش حد في الدنيا يقدر يستحمل ده من غير تعب. اي الله يا ابني، اي الله. يا ماجد، هتفضل واقف كده وسايب اخوك لوحده هناك؟ يا اخي اظهر في الصوره. صورتي يا باكي؟ ده وقته يا باكي؟ ايوه ده وقته، ده وقته، دي فرصتك، لازم تثبت نفسك وتثبت ان انت قد المسؤوليه، وده بقى العيب ولا حرام. انا مش فاهم ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت مش مقدره اللي انا فيه ولا ايه؟ يا حبيبي مقدره،
مقدرة وخايفة عليك وعلى مصلحتك. عايزك تخلي بالك على مصالحك، مش مصالحك وبس، مصالح أمك وأختك كمان. يا باكي يا حبيبي، أنا الوحيدة هنا اللي خايفة عليك وقلبي عليك. أي حد موجود هنا عيب عايز يجاملك وبس، ويقولك معلش بابا هيخف ويبقى زي الفل. لكن باباك بقى لما يقوم إن شاء الله بالسلامة ويلاقيك واقف مكانه هيبقى مبسوط. ولا لو قدر لو سمحت يا باكي ما تقوليش كده. الزحمة، الزحمة يا ماجد، الزحمة على الورث، الزحمة على المصالح، والزحمة كمان على المسؤولية. واللي هيشيل المسؤولية يا ماجد هيشيل ويعبي من الورث، لازم تكون فاهم ده كويس. واللي هيكبر دماغه هيضيع بين الرجلين. انا مش عارف ليه يا باكي انت بتتعاملي على اساس ان بابا داخل هنا مش خارج تاني. يا ماجد ما تجننيش وتنرفزني، حرام عليك، دي فرصة، فرصة مش هتتكرر تاني. اسمع كلامي، اسمع كلامي. ما تقلقش يا بابا، شكلها كده جلطة وان شاء الله هنلحقها. وعيتك شديدة قوي علينا يا ابراهيم. بقول لك ايه علاء؟ ايه؟ روح انت يا ابني، واضح ان قعدتنا هنا هتطول، روح عشان مامتك قاعدة لوحدها. يلا اتكل على الله. بعد اذنك. ان شاء الله خير يا حاج عبد الله، خير ان شاء الله. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمنا حضرتك. ادونا فرصه بس نشوف شغلنا. انا مش فاهم حاجه، انا ابن الحاج اللي جوه، يا ريت تطمنا. لو سمحت يا دكتور، ممكن تطمني على الحاج عامل ايه؟ يا هاني متطمني، كل واحد من الدكاتره كشف وعمل الفحوصات اللي تخصه، وبعد شويه هنعمل اجتماع نتناقش فيه، وبعده هنيجي لحضراتكم ونقدم تقرير مفصل عن الحاله. طب يعني الحاج ان شاء الله هيبقى كويس ويقوم بالسلامه؟ هو بخير ان شاء الله، وكل حاجه هتبقى بخير، ويا ريت بعد شويه تتفضلوا في مكتب مدير المستشفى وهو يشرح لكم الحاله بالظبط ايه. يا ريت تتفضلوا بقى في الاستراحه. طمني يا حاج. طمني يا دكتور. يا رب ان شاء الله.